أبدأ يومي كما كنت أبدأه من قبل هذه الكورونا، لأذهب إلى المساجد التي كنت أصلي فيها يوم العيد إن شاء الله. هذا شارع بريستول رود الذي أخذه لكي أصل إلى المسجد الأول، هو المسجد المركزي، وأصلي فيه الصلاة الأولى الساعة 7 صباحا، ونبدأ بالتكبيرات: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اليوم هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وأنا أقف هنا أمام المسجد المركز الإسلامي في مدينة برمنغهام، والذي هو مغلق كما ترون ولا يوجد فيه أحد يصلي. المآذن مرتفعة والقبة موجودة وكل شيء موجود إلا المصلين. أردت أن آتي إلى هنا اليوم بأمر واحد، أن أقول للكورونا أنك لن تهزمينا ولن تجعلينا قابعين في البيت، وسنأتي لكي نسلم على الملائكة القابعين داخل المسجد والذين أشعر بهم يحوطونني من كل جانب ولم يكن هناك مصلين. فالمسجد ملائكة، وللطرق ملائكة، وللشوارع ملائكة، وللحياة ملائكة. فأنا اليوم كنت أصلي في هذا المكان، في هذا المسجد المبارك، الصلاة الأولى الساعة 7، ثم بعد أن أنتهي من هذه الصلاة أذهب إلى الصلاة الثانية في مسجد آخر، وكذا وكذا وكذا، لكي نستطيع أن نقيم شعائر وسنة صلاة العيد. جزاكم الله خيرا، وهذه أول صلاة كنت أصليها في العام الماضي، وسنصليها إن شاء الله في عيد الأضحى المبارك، أعده الله عليكم الخير واليمن والبركة. انتهينا من زيارة المسجد المركزي، المركز الإسلامي في مدينة برمنغهام، وإن شاء الله نحن نذهب الآن إلى مكان الصلاة الثاني. الصلاة الثانية أنا كنت بصليها في مسجد الأمانة بإذن الله سبحانه وتعالى، وأنا دلوقتي خارج من المسجد بعد أن زرت الملائكة الذين يحرسون المسجد. وصلنا إلى مسجد أمانة معاذ وهو في خلفنا، ونرى الآن المسجد مقفول كاملا ولا أحد يصلي فيه، واليوم هو أول أيام عيد الفطر المبارك، أعاده الله عليكم وعلينا بالخير واليمن والبركات. هذا من جراء إجراءات الحجر الصحي على فيروس كورونا. المكان هذا هو المسجد الأمانة، هو كنت أصلي فيه الصلاة الثانية بعد أن أصلي الصلاة الأولى مع المسلمين في المركز المركزي، المركز الإسلامي في برمنغهام، كما شاهدنا في المقطع الأول من الفيديو. مجيئي إلى هنا هو رسالة أن الكورونا لن تجعلنا عاجزين على أن نأتي لنزور أماكن الله سبحانه وتعالى، ونحن من عباد الله، نحن عبيد الله، ونتمنى جميعا أن نكون من عباد الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم، ندخل البهجة والسرور على كل من يكون متواجدين في المسجد الآن. متواجد معي في المسجد الآن الملائكة، الملائكة القابعين ساجدين العاكفين على عبادة الله سبحانه وتعالى ليل نهار، ركعا سجدا يذكرونكم بالخير دائما. فأنا أحيي الملائكة الموجودين معي هنا، وأحيي الملائكة المحيطين بي في خارج المسجد في الشارع، وأحيي الملائكة الطوافون الذين يطوفون يروا هذا الإنسان كيف يقف في الشارع يتحدث مع نفسه. وأراكم إن شاء الله في المحطة الثالثة أو في الصلاة الثالثة التي كنت أصليها يوم العيد إن شاء الله في المسجد القادم. فأنا كنت أصلي يوم العيد 3 صلوات. الآن أنهيت زيارتي لمسجد الأمانة الذي كنت أصلي فيه صلاة العيد الثانية مع الإخوة العرب المسلمين هنا في الساعة 8 في يوم العيد الفطر ويوم عيد الأضحى، بعد صلاتي الأولى في المركز الإسلامي في مدينة برمنغهام الساعة 7 صباحا.
والآن متجه إلى حيث كنت أصلي الصلاة الثالثة في هذا اليوم المبارك في مسجد آخر نصيبه الآن إن شاء الله. هذه هي المحطة الثالثة في رحلتي صباح اليوم أول أيام عيد الفطر المبارك. بدأتها مع المركز الإسلامي مدينة برمنغهام، وهذه كنت أصلي فيه الصلاة الأولى الساعة 7، ثم مركز الأمانة الإسلامي الساعة 8، والآن في دار الطلبة المسلمين التي تحتفل الآن العيد فقط بهذه اللافتة التي تقول عيد مبارك عليكم جميعا إن شاء الله، عيد مبارك عليكم جميعا إن شاء الله. الدار مغلقة كما أن الأمانة مغلقة، كما أن المركز الإسلامي مغلق، وكل هذا بسبب كورونا. اليوم التحدي أن أنا أأتي في نفس الأوقات اللي أنا أخرج فيها، كنت أخرج فيها للصلاة من قبل في 6:30 صباحا لكي أبدأ الصلاة الأولى الساعة 7 في المركز الإسلامي، والثامنة في الأمانة، والتاسعة هنا. هنا مكان لعبادة الله سبحانه وتعالى بدون عباد، لكن من يقول أنه بدون عباد؟ لا، هناك مئات بل آلاف من الملائكة الذين يعبدون الله سبحانه وتعالى داخل هذا المكان وخارج هذا المكان، وهم معي الآن، وهم معي الآن. أنا أتيت لهذا المكان لأن هذا المكان إحنا بدأنا فيه العمل الإنساني منذ أكثر من 36 سنة ونحن شباب صغار، وآتي لأزوره لأتذكر الأيام الخوالي الجميلة التي كنا نسهر فيها الليالي من أجل الفقراء والمساكين والأيتام والأرامل والمشردين واللاجئين والنازحين في كل مكان في العالم. هذا المكان فضله علينا كما فضل لأي عابد، هذا المكان له أفضال كثيرة علينا، هذا المكان له أفضال كثيرة علينا، فنشكر الله سبحانه وتعالى على أن زرت هذا المكان اليوم وأزوره غدا وفي كل زمان وفي كل وقت إن شاء الله. أيها الشباب، رسالتي إليكم اليوم ألا تقعدوا وتقعدكم الكورونا في بيوتكم محبطين مكبلين يائسين، بل اخرجوا وواجهوا التحديات، اخرجوا واصنعوا التحديات، اخرجوا وتعدوا وتخطوا التحديات بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه رسالتي لكم يوم العيد، أنا لن أجلس في بيتي يعني حزينا على يوم عيد لا أبتهج فيه، وأتيت هنا لكي أبتهج مع الملائكة الذين هم معي في كل مكان بإذن الله، وهم معكم أيضا في كل مكان وفي كل زمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبر جميل جدا بالنسبة لنا، بعد أن أنهيت زيارتي لمسجد الدار طبعا يعني كلمني أحد الإخوة بالتليفون لكي أذهب إليه، فذهبت إليه فأعطاني مبلغ 4200 جنيه استرليني. طبعا يعني لابد أن نسجد لله شكرا فضله وكرمه وخيره علينا جميعا، لأن كان في شباب كتير في أهالي كتير يطلبوا مني المال وأنا ليس عندي المال ولا عندي مؤسسة أخذ منها المال، لكن أتى هذا المال يوم العيد، أتى هذا المال يوم العيد، أتى هذا المال يوم العيد لعائلات عائلات عائلات متعففة تريد منا ما يساوي دولار أو نصف دولار أو 2 دولار لكي تطعم ذويها من الأبناء والبنات. إن شاء الله عيد مبارك عليكم، والآن نذهب إلى البيت إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.